امرأة حامل 6 نفرات، يعني ما انكسر قلبك على هذول الأطفال من بكوا قدامك؟ وين الرحمة؟ وين الإنسانية؟ كتلتهم، عوفهم كتلتهم، على الأقل ندفنهم، ليش تحرقهم؟ بس نشيل بس كياسة رماد. خرجوا في رحلة فعادوا إلى ذويهم رمادا في أكياس. هي نهاية مفجعة لعائلة المواطن وليد قاسم الركابي التي قتل أفرادها على يد مسلحين يرتدون الزي الحكومي في سيطرة وهمية نصبت على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك في ناحية العظيم شمالي محافظة ديالة. الصدمة بدت واضحة على وجوه ذوي العائلة المغدورة، فهذه الحادثة ليست الأولى من نوعها على طريق داقوق الطوز أو ما يعرف بين السكان بطريق الموت، إذ يعد المكان الأمثل بالنسبة للمسلحين لينفذوا عملياتهم بعيدا عن سيطرة الدولة. حاليا هي السلطة العراقية بس بالتلفزيون والإعلام، ماكو على الأرض. يعني عائلة تتكون من 5 نفرات والزوجة حامل تحترق وتنكتل بنص الشارع، وين الدولة؟ وذا الدنيا ليل وذا الدنيا صبح، وين الدولة؟ وين بيان النصر اللي حكوا عليه؟ وين بيان النصر؟ لو بس بيان النصر تسويق إعلام انتخابي، يعني رادوا بدأوا يسوقون نفسهم قبل الانتخابات. ذو عائلة وليد الركابي وأصدقائهم حملوا الحكومة والشركاء السياسيين مسؤولية استمرار الانفلات الأمني في كركوك وباقي مدن العراق. هم نفسهم اللي يقتلون بالعالم، هم نفسهم بالدولة، ومعروفين هم اللي قالوا احنا خلي كركوك ما تأمن، ونخلي إذا طلعنا من كركوك احنا راح نخرب كركوك. يعني موجودة، يعني موجودة تصريحاتهم بالتلفاز وبغير مكان موجودة تصريحاتهم، بس الدولة من كيك العراق ومتقاسمينها سوا، فما حد يريد يزعل الثاني. شين سوليف شين قول؟ وين هاي الحكومة؟ الحكومة وين الحكومة؟ انت يا حيدر العبادي وقت الانتخابات تطلع بس انت وبس. بينما يفكر البعض الآخر بحمل السلاح للدفاع عن نفسه بعد فقدانه الثقة بالأجهزة الأمنية الحكومية والسياسيين على حد سواء. وين حكومتنا؟ وين يعني شلون بالله كل واحد يجي برشاشة يدافع عن نفسه؟ ها؟ انتوا اللي كنا فالحين بس وقت على الكراسي، وقت الانتخابات كلها طلع لساناتها، يعني تعال شوف هاي العالم قاعد تروح لبرياش، شنو ذنبها؟ ويبدو أن على العبادي الذي أعلن النصر العسكري الكامل على تنظيم الدولة في العراق أواخر العام الماضي إعادة النظر في تصريحاته التي لا تعني بنظر السكان انتهاء الانفلات الأمني في العراق الجديد.